أهلا بكم في موجز لأهم واخر الأخبار. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ اختتام زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض. قال مكتب المبعوث الأممي إن جرونبرغ اختتم زيارته إلى الرياض حيث التقى خلالها بوزير الخارجية وسفير السعودي إلى اليمن ومسؤولين في ميدز تاون الخليجي. وأضاف أن النقاشات ركزت على الجهود الجارية لتجديد الهدنة واستعادة المسار نحو تسوية سياسية في اليمن. جدد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام. ودعا مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تطلع الحكومة إلى تعاون دولي وإقليمي لتعزيز ودعم أنشطة وبرامج نزع الألغام. وأكد الدكتور معين عبد الملك خلال استقباله وفد منظمة هالو تريست وهي أكبر منظمة إنسانية لإزالة الألغام في العالم أن الألغام الحوثية المحرمة دوليا أصبحت تهدد كل منابع الحياة وبات وجودها حاصدا لأرواح المدنيين. اطلع رئيس الوزراء من وفد منظمة هالو تريست على برنامجها في اليمن حيث بدأت بتدريب فرق لإزالة الألغام. تمكنت القوات الجنوبية من تنفيذ عملية نوعية باغتت فيها تجمعا لعناصر الميليشيات الحوثية وسط وادي بلدة صبيرة شمال غرب الضالع. وقال قائد اللواء الثالث مقاومة جنوبية العميد زكريا قابوس إن هذه العملية أتت بعد رصد تحركات نشطة لعناصر الميليشيات وتجمعات وسط وادي بلدة صبيرة شمال شرقي معسكر الجب الاستراتيجي. وقد تمت مباغتة هذه المجاميع وإيقاع خسائر كبيرة وسط صفوفها. هذه الموجز إلى اللقاء.